السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هشرح لكم كيفية التسجيل في موقع شركة فرمي. أول حاجة دي واجهة الموقع. أول حاجة هنعملها هنضغط على register. هندخل على البيج دي هنلاقي جالنا خطتين للعضوية. أول خطة فري وتاني خطة premium. هشرح لكم طبعا الفرق ما بين الخطة المجانية والخطة البريميوم أو اللي هي المدفوعة. يعني بالنسبة للخطة المجانية الكوميشن ابجريد. ايه الكوميشن ابجريد ده؟ لما تجيب حد يسجل تحت اسمك وهو يعمل ابجريد. لو انت خطتك مجانية هتاخد 10%، 10% من المبلغ اللي هو هيدفعه اللي هو $25. البريميوم سعرها $25. فانت لو خطتك مجانية وخليت حد يجي يسجل تحت اسمك وهو عمل ابجريد، انت الكوميشن ابجريد بتاعك هيكون 10% من المبلغ اللي هو $25 ده. يعني هتكون الكوميشن بتاعتك $2.5. كوميشن ريكويست ادسنس. احنا دلوقتي عندنا نظامين للعمل معانا. انت ممكن يكون عندك اوريدي عندك اكونت ادسنس عادي، ده هتقدر تشتغل بيه دايركت على الموقع من غير ما تطلب معرف مننا. لكن لو مش عندك ادسنس عادي يبقى هتضطر تطلب معرف من عندنا. المعرف حاليا احنا خليناه سعره $15. المهم انه حضرتك لو انت عضويتك مجانية، لما تجيب عضو تحت اسمك برضو ويسجل عندنا ويطلب معرف، حضرتك هتاخد من المبلغ اللي هيدفعه للمعرف 10%، يعني $1.5. كوميشن ادفرتايزر. كوميشن ادفرتايزر دي هتبقى 5%. ايه الكوميشن ادفرتايزر دي اصلا؟ لو حضرتك برضو جبت حد تحت اسمك وكان معلن عندنا، علشان احنا دلوقتي عندنا نظام اعلاني، لو حد عايز يعلن عندنا بنقدر نعمل له ده عن طريق كذا حاجة هشرحها في فيديو لوحدها. المهم نكمل الخطتين، ايه الفروقات ما بينهم. Your ad view. احنا الطبيعي بتاعنا عندنا في الموقع نسبة الظهور بتاعت حضرتك لإعلاناتك يعني 50%. لو حضرتك خطتك مجانية هتاخد بس نسبة الظهور اللي هي 50%. Referral ads view. Referral ads view دي نسبة ظهور إعلاناتك في روابط الناس اللي هتجيبها تحت اسمك. يعني انت هيكون ليك نسبة ظهور لإعلاناتك في روابط الناس دي، ودي مش هتاخد على فكرة من نسبتهم حاجة خالص. يعني افترضنا مثلا ان هو الشخص اللي حضرتك جبته تحت اسمك هو عضوية مجانية، يعني نسبة ظهوره 50%. اصبح نسبة ظهوره هتفضل 50%، مش هتتغير خالص، بس حضرتك هتاخد 5% نسبة ظهور زيادة، ودي هتحتسب من نسبة ظهور اعلانات موقعنا احنا، مش من نسبة ظهور اعلانات الشخص التاني. نتنقل للخطة البريميوم. الخطة البريميوم ايه مميزاتها؟ اولا هي سعرها $25. $25 دي ممبرشيب بتدفع بشكل شهري. ايه المزايا اللي حضرتك هتاخدها؟ بالنسبه للكوميشن ابجريد نفس القصه برضو، للناس اللي هم هتجيبهم تحت اسمك وهيعملوا ابجريد، حضرتك هتاخد نسبه 30% كوميشن على المبلغ اللي هم هيدفعوه اللي هو برضو $25، يعني تقريبا هيكون $7.5 من مبلغ $25 ده. الكوميشن ريكويست ادسنس برضو من $15 اللي هي سعر معرف ادسنس لما يطلبوه مننا، حضرتك كعضو ابجريد هتاخد نسبة 30%، اي ما يعادل $4.5. الكوميشن ادفرتايزر برضو اذا حد حضرتك جبته وعمل عندنا نظام اعلاني او اعلن عندنا، يعني حضرتك هتاخد نسبة نسبة الكوميشن بتاعتك هتكون 10% بما انك عضو ابجريد. بالنسبة لل your ad view اللي هي نسبة ظهور اعلاناتك، نسبة ظهور اعلاناتك الطبيعية 50%، حط بقى عليهم 30% نسبة البريميوم بتاعتك او الابجريد بتاعك، اصبح نسبة ظهورك هتكون 80%، نسبة ظهور اعلاناتك هتكون 80%. referral ad view اي حد هتجيب حضرتك تحت اسمك وهيكون بيختصر روابط، يعني هتكون نسبة ظهور اعلاناتك 10%، زي برضو ما شرحت قبل كده مش هتنقص من اعلاناته، من نسبة ظهور اعلاناته هو حاجة خالص. تمام. هنبتدي بقى ايه اول، انا هشرح لكم يعني من ناحيتين. هعمل لكم دلوقتي عضوية مجانية، هسجل دلوقتي بعضوية مجانية،
وهوريكوا خطواتها، وبعد كده هسجل بإيميل تاني برضو في نفس الفيديو ده لعضوية بريميوم. هنبدأ مع بعض. register now. هتكتب أي يوزر نيم، أي حاجة. اوكي shrink هون مثلا الإيميل. اوكي تكتب أي باسورد حضرتك تحبها. الفول نيم هتكتب اسمك كامل، انا طبعا هكتب اي اسم يعني. الفون نمبر على سبيل المثال يعني. الادرس بتاعك اللي هو العنوان، هتكتب برضو اي عنوان يعني. هتروح تكتب العنوان بتاعك، انا بس بعمل لكم مثال يعني. الخانات دي مهمة لانه عن طريق الخانات دي وتكون صحيحة يعني هنبتدي نقدر نقبضها بشكل سليم. خلصت كل البيانات بتاعتك مليتها. هتضغط register. You're done. خلاص حضرتك خلصت. Congratulations. Now you can log in. مبروك، انت دلوقتي تقدر تسجل دخول. هتكتب الايميل بتاعك اللي انت سجلت بيه. اوكي والباسورد. لوج ان. اوكي خلاص احنا دخلنا بالفعل اهو. برضو في هنا بقى حاجة، انا مثلا دلوقتي عندي معرف ادسنس. انا هنا هشرح لكم على ان انا حد عنده already معرف ادسنس. اوكي ف هتعمل ايه بقى؟ اول ما بتدخل هتضغط هنا ادسنس سيتنجز، هتكتب حضرتك المعرف بتاعك، بس الصيغة اللي بتكتب عليها المعرف هي كده. ده على سبيل المثال يعني. خلصت هتقول update successfully updated. خلاص هو دلوقتي المعرف ده دخل اتخزن عندك او تم حفظه في البيانات الخاصة فيك يعني. دلوقتي حضرتك اي وقت عايز تدخل تختصر انت مش محتاج تكتب المعرف تاني، هو بشكل اوتوماتيك خلاص بقى محفوظة عندك في العضوية بتاعتك. احنا دلوقتي خلصنا الشرح لو احنا عايزين نعمل عضوية مجانية، ولو احنا عندنا حساب ادسنس عادي نقدر نشتغل بيه. هندخله ازاي؟ الخطوات كلها كده انتهت. هنبتدي بقى دلوقتي حاجة تانية، هنعمل ريجستر تاني، بس هنعمل دلوقتي ريجستر بالعضوية البريميوم. هضغط هنا register now. اوكي هكتب برضو يوزر نيم. اوكي هكتب الميل. اوكي وهنا الباسورد. فول نيم برضو اي يعني اسم حضرتك يعني. اوكي الفون نمبر برضو. ويور ادرس العنوان. اوكي نضغط register. خلاص congratulations now you can log in. هنسجل دخول دلوقتي بالميل بتاعنا. اوكي هنكتب الباسورد. لوجين.
خلاص هو دلوقتي نقلك على صفحة الدفع بالنسبة للعضوية البريميوم. في طريقتين للدفع، إما تكون عند حضرتك باي بال أو بيزا. أنا هجرب دلوقتي إن أنا أدفع بالباي بال باي ناو. لوجين، مبلغ اللي هتدفعه $25 اهو. اوكي هنقول pay now. خلاص كده احنا كملنا الدفع. مهم قوي بقى بعد ما تكمل الدفع تضغط فيها على return to shrink it for me علشان ترجع تاني للموقع عندنا علشان يجيلنا اشعار ان حصل دفع اصلا. مهم جدا يا جماعة، لما تجينا البيج دي بنضغط هنا على return to shrink it for me. الخطوة دي مهمة بقى اللي هي تأكيد الدفع. انت لما بعد ما تخلص عملية الدفع بتاعتك بتروح على الباي بال وبتضغط على العملية اللي انت عملية الدفع اللي انت عملتها اللي هي باسم shrink it for me. هي مكتوب مكتملة بس هي فعليا مش مكتملة، يعني اهو انت لما تدوست عليها دلوقتي جالك ان انت تعمل confirmation ليها الاول. اديك تضغط هنا على confirm وبعدين yes. المشكلة هي بتفضل بقى تيجي كذا مرة، هتفضل تدوس على confirm لغاية ما تلاقيها خلاص، يعني ما بقتش تيجي تاني. خلاص هي فعلا كده بقت تيجي تاني، خلاص انتهى. Thank you for choosing PayPal. خلاص يعني العملية الدفع اكتملت. كده احنا كملنا عملية الدفع خلاص، مستنيين بس ان احنا نبقى approved. عملية الدفع بتاعتنا تبقى approved. الخطوة التانية اللي هنعملها، احنا دلوقتي ما عندناش حساب AdSense عادي نشتغل عليه، هنعمل ايه؟ هنعمل request AdSense، نطلب معرف ادسنس من هنا اهو. اطلب معرف حسابك ب$15 كي تبدأ العمل والربح فورا. برضو هنضغط، برضو في وسيلتين دفع، باي بال وبيزا. هنا نضغط على باي بال تاني علشان نشتري المعرف بقى، وهنعمل نفس الخطوات اللي عملناها المرة اللي فاتت في الدفع. اوكي لوجان. اوكي هنضغط هنا على pay now. برضو عملية الدفع اكتملت بنجاح. ما ننساش هنا برضو هنعمل نفس الخطوة وهنضغط على return to shrink it for me، وبعدين هنروح على PayPal نأكد الدفع. ادي عملية الدفع اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، هنضغط عليها برضو علشان نأكدها. برضو بنفس الطريقة هنضغط هنا على confirm yes. خلاص احنا عملنا دلوقتي confirmation او تأكيد للدفع. كده هنشوف دلوقتي بالنسبة لل upgrade اهو، انا اتعملي approve اهو. remaining days 30 يوم، يعني لان العضوية المفروض بتدفع بشكل شهري. وعلى فكرة بالنسبة للناس اللي بياخدوا كوميشن، الكوميشن بتاعتهم برضو بتبقى بشكل شهري، يعني طول ما العضو الابجريد بيدفع عضويته، الناس اللي هو مسجل تحتهم بياخدوا العضوية الكوميشن بتاعتهم بشكل شهري برضو. وبالنسبة للمعرف
وبالنسبة للمعرف، المعرف كمان اهو approved. وهنا بيكون مكان ال account ID بتاعك او channel ID بتاعتك اللي انت بتشتغل بيها. once ان انت خلاص المعرف بتاعك approved، هو دخل بشكل اوتوماتيك وتم حفظه في ال account بتاعك، وبعد كده بتقدر تختصر الروابط بتاعتك بشكل اوتوماتيك من غير ما تكون مضطر ان انت تكتبه مرة تانية. انا كده وضحت كل الامور في الفيديو، وبتمنى التوفيق للجميع، وان شاء الله استنوني في فيديوهات تانية هشرح جزء جزء في الموقع وكل المميزات بتاعته ان شاء الله هشرحها لكم واوضحها لكم. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.